الأسبوع اللي فات عرضنا حلقة مع الإعلام الإماراتي ورائد الأعمال أنس بوخشو ووالدته السيدة هالة كاظم، والحقيقة أنه الحلقة كان لها صدى كبير ومشاهدات عالية جدا. في مقطع من الحلقة السيدة هالة كاظم كانت بتتكلم عن مدرسة أو أخصائية اجتماعية درستها زمان في دبي، والحقيقة أنها اتكلمت عنها بامتنان شديد جدا، وقالت المدرسة دي أو الأخصائية دي كان لها أثر كبير عليا، وكانت مشاعرها فياضة وهي بتتكلم عن مدرستها المصرية وان هي بتدور عليها بقالها سنين، وترجت انه لو اي حد يعرف أبلة نبيلة خضر يوصلني بيها او حتى يقول لي اخبارها ايه لاني مديونة لها، واتكلمت واسهبت في ده. والمقطع ناس كتيرة جدا شافته في مصر سواء في التلفزيون او على السوشيال ميديا. رسالة السيدة هالة كاظم لقت صدى كبير جدا، ولقينا ناس كتيرة جدا بتتواصل معانا يعرفوا أبلة نبيلة خضر، والحقيقة انه كنا سعداء جدا انه ولاد أبلة نبيلة قدروا يوصلوا للمدام او للسيدة هالة كاظم. أبلة نبيلة خضر توفاها الله من سنتين تقريبا، انما ابنها الاستاذ شريف حكى لنا حكايتها وقال هي فعلا كانت أخصائية اجتماعية واشتغلت في دبي. احنا اصلا كنا في امريكا، ووالدي كان بيشتغل في التمثيل التجاري في وزارة الخارجية، وبعد ما خلصنا سنوات في امريكا رحنا الامارات، ووالدتي كانت علاقتها عظيمة بالطلبة، وقال افتكر انه الطالبات كانوا بيكلموها في البيت طول الوقت، حتى بعد ما خلصنا بعد ما اهلي خلصوا شغلهم في الامارات ورجعوا مصر كانوا الطالبات طول الوقت بيكلموا والدتي. والدتي كانت إنسانة حنونة جدا ومستمعة جيدة جدا. أبلة نبيلة خضر ذكراها لأنها كانت مخلصة، مدرسة مخلصة، شالت أخلاقها وتعليمها وبلدها وسمعتها، وحطتها أمام طالبات كتير في الإمارات اللي كانوا سواء زميلات للسيدة هالة كاظم أو حتى في مدارس أخرى. رحلت أبلة نبيلة خضر اللي ما كناش نعرف عنها إلا لما تلمذتها هالة كاظم اتكلمت. إيه أحلى من الإنسان يسيب في الدنيا سيرة عطرة؟ إيه أجمل من إنه البني آدم يمشي ويسيب وراه مشاعر جميلة تفضل موجودة ليوم الدين؟ ده أعظم إنجاز ممكن الإنسان يعمله. إيه أحلى من إنه إنسان يمر على الدنيا دي ويلاقي ناس كتير بتترحم عليه وتقول عليه كلام طيب وتقول إنه هو أثر فينا؟ في ناس بتيجي الدنيا وتمشي وتلاحقها اللعنات إلى يوم الدين، وفي ناس تبقى زي الطيف الجميل، أسرة مصرية عادية متوسطة تروح الإمارات، قبل نبيلة تشتغل أخصائية اجتماعية، تلمذتها تشلها مشاعر فياضة تنقلها بعد عشرات السنين وتوصل لولادها. الأستاذ شريف ابن أبلة نبيلة خضر بيقول قد إيه حسينا بالامتنان والسعادة لما سمعنا كلام ضيفة البرنامج عن والدتنا. ألف رحمة ونور على أبلة نبيلة خضر، وألف رحمة ونور على كل إنسان وإنسانة طيبة عملوا واجبهم بإخلاص ونشروا سعادة وسلام وسماحة حوله. ألف رحمة ونور عليهم جميعا.